انا سعيده جدا جدا لاني اولا اول مره كنزور مدينه الداخله، مدينه الداخله جوهره الجنوب اللي سمعت عليها بزاف الاشياء الجميله وانها مدينه جميله، وفعلا فجيت لقيتها مدينه رائعه. المهرجان اليوم هو ثمره ديال مجهودات كبيره المنظمات ديالو لسيده سليمه السباعي وايضا سيده حنان الوردي اللي ساعدتهم شويه في من ناحيه التنظيم سواء في البلاطو الفني او ايضا في التنسيق الصحفي. وبهذه المناسبه كنشكر ايضا موقع سلطانه لانه دائما في قلب الحدث وكيغطي هذا المهرجانات معنا. وطبعا لهذا كما قلت المهرجان شهور كان في استعدادات ليه وكان مجهود كبير انه يكون ملتقى الثقافه المغربيه وايضا الافريقيه والحسانيه بالخصوص. هاجر طلحه مصممه ازياء تونسية، جيت بطرف دعوة من مدام حنان ومدام سليمة ونتمنى وإن شاء الله تكون مرة واثنين وثلاثة وعجبتنا الداخلة وما شاء الله. يشرفني باش نكون حاضر مع مجموعة من الفنانين اللي غادي نحيو إن شاء الله غدا في قصر مؤتمرات حفل إن شاء الله، وكيشرفني كجميع الفنانين اللي حاضرين في هذا في هذا المهرجان اللي تبارك الله في المستوى لا من ناحيه التنظيم ولا من ناحيه الجماهيري. فكنتمنى لهم ان شاء الله الاستمراريه والنجاح والتوفيق لجميع الساهرين على هذا المهرجان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.